وللحديث أكثر عن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المعنية بالمملكة ننتقل إلى الحرم المكي ومراسلنا بهاء عسكر. بهاء مساء الخير، ما هو حجم الحشود اليوم في الحرم وما هي الإجراءات الاحترازية التي في الحرم؟ نعم فيصل، أسعد الله مساك ولكافة مشاهدين الكرام عبر برنامج 120 عبر القناة الإخبارية. قبل أن أحدثك عن الحشود وعن خطبتي وصلاة الجمعة هنا في المسجد الحرام، أريد أن أحدثك عن الأجواء الحالية لمكة المكرمة. مكة المكرمة اليوم أصبحت على أجواء غائمة ولله الحمد، ونحن الآن تقريبا يشهد المسجد الحرام هطول زخات بسيطة من المطر في هذه اللحظات التي أحدثك أنا فيها. ما شاء الله. اليوم ولله الحمد قضى المصلون هنا في المسجد الحرام صلاة الجمعة بخطبتيها بطمأنينة وسكينة ولله الحمد، وسط هذه الخدمات التي تقدم من كافة القطاعات المعنية بخدمة المسجد الحرام. الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يوم الجمعة كل جمعة تخصص هناك قنوات خاصة من أجل ترجمة خطبتي صلاة الجمعة لكافة اللغات، أو تقريبا لسبع لغات أساسية تتم ترجمتها عبر الإف إم وعبر قنوات الإف إم. إضافة إلى ذلك أنه يتم توزيع عدد من السماعات الخاصة في مكان معين في المسجد الحرام لعدد من الأشخاص كي يتسنى لهم اختيار اللغة التي يريدونها والاستماع لشعائر خطبتي الجمعة. ونريد أن نتحدث طبعا عما تقدمه الرئاسة العامة بالتعاون مع كافة الجهات من أجل نظافة وتعقيم المسجد الحرام بصفة مستمرة وصفة دائمة. تقريبا نتحدث مع سعادة الأستاذ نايف الجحدلي مدير عام الإدارة الخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام. تفضل معنا. حياك الله. أهلا وسهلا بك. حياك الله يا أستاذ. حياك الله يا أستاذ. حياك الله. أهلا وسهلا. ما هي الخدمات التي تقدم على مدار الساعة؟ طبعا نحن نعلم أن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وجه بأن تكون النظافة بصفة مستمرة وصفة دائمة تقريبا بنسبة 100% في ساحات وأروقة وأيضا صحن المطاف بالمسجد. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحقيقا للتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله وحرصها على الرقي بخدمة الحرمين الشريفين ومتابعة وإشراف مباشر من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، قامت الوكالة الرئاسة العامة لشؤون الفنية والخدمية ممثلة بإدارة تطهير وسجادة المسجد الحرام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع وصوله للمسجد الحرام، والذي يشهد تدفقا دائما للزوار، مما يجعل مسألة التأمين على صحتهم أهمية قصوى. وعلى إثرها تم مضاعفة غسيل المسجد الحرام من 4 مرات يوميا إلى 7 مرات يوميا. جميل. كذلك غسيل دورات المياه إلى 7 مرات. وأيضا يتم تعقيم سجاد المسجد الحرام وتعقيم مكانه قبل الرجوع إليه على مدار الساعة. وهناك تم تركيب على عامة أبواب المسجد الحرام والمصليات والدورات أجهزة التعقيم على جميع المداخل. وكذلك هناك عند الوكالة للرئاسة العامة للشؤون الفنية والخدمية هناك فرق خاصة تقوم بأعمال الرش للتعقيم على مدار الساحة. جميل جدا. عامة مداخل الساحات، كذلك مداخل الأبواب، داخل المصليات، المطاف، جميع المواقع. يوم الجمعة هل هناك خدمات إضافية اليوم تقدم أو تقدمها الرئاسة؟ يتم مضاعفة الجهود. جميل. يتم مضاعفة الجهود. نحن نشاهد أيضا الآن يتم غسل ساحات المسجد الحرام في الخارج. صحيح، الآن بدأت الفترة الثانية للغسيل وتستمر قرابة النصف ساعة، وبعد صلاة العصر يتم الغسيل مرة أخرى. بعد غلق المسجد الحرام في بعد صلاة العشاء، ما هو تحديدا ما هي الإجراءات التي تتخذ في صحن المطاف؟ يتم بعد إقفال المسجد الحرام بعد صلاة العشاء يتم غسيل المسجد الحرام بعامة المواقع 3 مرات خلال الفترة هذه من بعد العشاء إلى قبل صلاة الفجر بساعة. جميل جدا. أنتم في الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، ما الذي تقدمونه تحديدا؟
نقوم بالإشراف على إدارات الخدمية المعنية كإدارة التطهير، إدارة الأبواب، إدارة الساحات، إدارة خدمات التنقل، الظواهر السربية، سقيا زمزم، على كافة الإدارات الخدمية. شكرا لك سعادة الأستاذ نايف الجحدلي مدير الإدارة العامة للخدمات الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. فيصل قبل أن أعود لك أريد أن أريك هذه الصورة وهذه اللقطة لأجواء مكة المكرمة في هذه اللحظات. طبعا كما تعلم فيصل بأن كافة الجهات المعنية بخدمة المسجد الحرام هنا، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، كذلك الخدمات وزارة الصحة، الهلال الأحمر، أيضا القوى الخاصة لأمن المسجد الحرام ورجال القوى الخاصة أيضا يقومون بمهامهم من أجل تنظيم وإدارة الحشود هنا في المسجد الحرام ودخولهم وخروجهم إلى داخل المسجد الحرام. وفي هذه اللحظات كما ذكرت أن هناك أيضا تنظيف وتعقيم لساحات المسجد الحرام، وهذه كلها أريد أن أؤكد عليها فيصل ولكافة المشاهدين أنها ما هي إلا إجراءات وقائية واحترازية من أجل عدم وصول هذا الفيروس إلى أوساط المعتمرين هنا في المسجد الحرام. أعود مرة أخرى لك فيصل. شكرا لك بهاء عسكر.